علي شوية وجي ما بلاقي حالي غير راكدي 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 ما عم لحق. شلون؟ بالله ليش على كيفك القصة؟ طيب انت منين عم تحكي؟ من محل ورد اللي جنبنا؟ وجيه معلش الله يخليك بلا ما نطلع اليوم، يعني ام عمر زعلانة مني وبدها تروح على المزرعة. نوار وجيه يمكن سمعنا صوت عمتي. نوار زيني نوار فعلا صوت عمتي. طيب وجيه انا مضطرة اسكر. ايه 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 تعال اهلا وسهلا يلا باي. لحد هون وبس، أنا ما بقى فيني أبداً، شو أنا إلي لزوم؟ لا بتاكل بالبيت ولا تقعد بالبيت، ها وهي اللي يسألوها. صباح الخير. لك يا صباح الخيرات. أهلاً. كيفك عمتي؟ منيحة حبيبتي. أكيد عم تشكيني يا أم عمر. أنا اللي زعلانة منك. إيه؟ هلا أنا إلي يومين عم حاول راضي أم عمر وما كانت ترضى، بتجي أنت بتزعلي مني كمان؟ كيف ما بدي أزعل؟ من وقت تجوزت لهلا صرت نازل عندي فوق الخمس مرات من المزرعه وانت ولا مره اجيتي لعندي. عمتي هلا كلام المدينه بتمحي المزرعه. ماما الله يخليك بدي فنجان قهوه. كرم عينك تقبرين. تسلمي. هلا مو انت على اساس بدك تقنعي خالي وتحملوا حالكم تجوا تسكنوا هون عنا؟ شلون انا ما دخلني هي اللي حكيت لك اساله. هذا كان بالاول حبيبتي. هلا شيء ثاني، كل شيء تغير. فكرك انا ما بعرف اصلا. من وقت ما قلتي انه انا ما بدي لا مشاريع ولا عاد بدي شيء قلت خلاص عمتي ضاعت واللي كان. عفوا شو قلتي ضاعت؟ ضاعت. يا ريتك تضيعي مثل هيك ضيعه حبيبتي. ايه انا مطوله. مرحبا ام عمر. اهلين وسهلين. اهلين تفضل استاذ وجي. اهلين وجي. كيفك نوار؟ الحمد لله. تسلم ايديك. تحياتي مدام. اهلا وسهلا يا صحة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا نوح بك، كيف صحة؟ لعيلك سلامة. يا اهلا وسهلا. الحقيقة انا اسف ليكون اجيت بوقت. بالعكس انت اي وقت بتجي فيه مناسب استاذ وجي. البيت بيتك. تفضل شرف. شرف. شكرا. شرف. كيف الشغل معكم؟ الحمد لله بخير. حطيهم بالمزهرية على عين. شكرا مدام. كيف الصحة يا سوالي؟ أهلا وسهلا. سلامات. الحقيقة أنا سعيد كثير. كثير سعيد إني شفتكم هون، لأنه ضروري تكونوا مجتمعين. وليش ضروري نكون مجتمعين أستاذ وجي؟ ضروري جدا. وإلى مين بدي أطلب إيد هالأميرة الرائعة حسب العرف والتقاليد؟ وجيه والله اللي بيقدر يجاوبك على هيك موضوع هو نوار مو نحنا. نحنا اللي بيوافق نوار بيوافقنا. وأنا عن نوار بقول إنه موافقة. أم عمار إيه أنا برشيكي. ايه شو يا بنتي كل كلام وقله جوابه. نفتح ايدينا ونقرا الفاتحه. بابا مرحوم بابا اعز الناس على قلبي كان يثق فيك كثير. كان ناوي يعملك ايده اليمين، لذلك أنا واثقة أنه هو رضيان باللي عم يصير. يلا إن شاء الله الله يتمم بخير. خلينا نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيء صرت سامعته منك عن ذوقه ولطفه واخلاصه ووفاء وانك بتحترمي وبتقدري، بس لهلا ما سمعت منك كلمه انه بحبه مثلا. بالك يا عمتي كل قصص الحب مثل قصتك، بس انا قبلانه فيه، ولو ما كنت بميل لقلو ما كان صار شيء. انا متاكده حبيبتي، بس انا قلقانه لاني ماني حابه يصير كل شيء هيك بسرعه وما شوفي غير سافرتي. شو بدي اعمل؟ خلص يعني بس تطلع الفيزا نكتب كتابنا ونسافر. مرحبا مازن. كيفك؟
العافية. أها سامر، أكيد مستغرب ليش مرت على الفيلا وزلت هون. والله يا شكري بيك الحقيقة يعني أنا معك ما عاد استغرب أي شيء. بس رحت على البيت بدي اضطر ساير واستقبل وجامل. هون ما حدا بيحس بوجودي. إيه بس يعني بخاف يحسوا بوجودك إذا شافوا في حركة بالفيلا. هو صحيح، بس يعني بعطي حالي فرصة شوي. على كل حال بدي ارتاح أنا هلا، ومعك أنت استراحة من هلا للمساء، أنت حر. طيب شكرا كثير، بالإذن. مع السلامة. مرحبا سمر زهر، الف الحمد لله على سلامتك. شلونك؟ يا اهلين وسهلين. كيف صحتك؟ مشتاق لك. انا مشتاق لك اكثر. لا حبيبي لا، اللي راكب صوت الريح ومن بلد لبلد داير مستحيل يتذكرنا. خود خود شئت لك كثير. لا شو ندخل؟ اسمع لك، سكر الغرق وخلينا نروح نتغدى. انت بس على حساب مين هالمرة؟ يا سيدي مسجل على حساب حسام. نتغدى ونرجع لعنا على البيت نشرب شاي. اه ماشي، بس دخل على الاغراض. خود راحتك. يلا ساعدة؟ لا تساعدني ولا شيء. شو هاد؟ وإذا يعني شايفين الطائم ها؟ هات لا. بعت لي رسالة حسام، إمت جاوبت عليها، ضل شهرين لرد علي، إمت كتبت له وبهدلته فوقه. حسام سيد مين طمنش؟ وتسديد كلامك، اللي جاوبتني هي أماني مو هو. سألوني عنك، قلت لهم سامي رفرف وطار بجناح من ذهب. أنت هذا اللي شغل فكرك الذهب. بس أنا دخلك بدي أسألك، يعني شو بدي شغل بال سمان مثل حكايتي الصعود للقمر؟ كمان؟ ايه. على انت شو رايك تغير شغلتك؟ شلون يعني؟ في شكري بيك عنده شركة، هالشركة فيها محلات وفروع بكل محافظات البلد، بقى شو رايك دبر لك شي محل فيها؟ اخي خلينا عم نشرب شاي. هلا انت روق لي شوي واستنى علي كم يوم بس، بجوز اقدم لك عرض يعجبك كثير. سامير من كل عقلك وبيطلع بايدك؟ طبعا اكيد. بدك فهمني شلون حتى نفذت؟ شلون لحتى وصلت لشكري رضوان؟ انا كل اللي بعرفه انك رحت على مكتبهم بحلب. صح، ومباشره انضبطت ملفات وسجلات وعقود المكتب ببرامج جاهزه على ديسكات. وقبل ما يمضى اسبوعين كان مكتب حلب بلش ياخذ وضعه وينافس حتى الشركه العامه هون. معقول؟ هذا اللي صار. وبيوم من الايام وكانت الدنيا صبح دخلت على المكتب. تفضل سريع استاذ سامر. استاذ مشكلة. عرفتني؟ ولو حضرتك غني عن التعريف. بدي اسألك سؤال وبدك تجاوبني بصراحة. تفضل. ليش طردك رياض المعزوز من شركته؟ عفوا يعني ما بعرف، ضروري؟ طبعا. وإذا كان في باعترافك شيء خاص اطمن، ما حدا رح يعرف فيه حتى لو كان في شيء بدينك. لا لا لا، ما في شيء من هذا ابدا، يعني ما في لا سوء امانه ولا سوء سلوك ولا اي تقصير. كل ما في الموضوع انه رياض بيك اكتشف انه يعني انه في استلطاف بيني وبين بنته. استلطاف بس؟ مهما يكن كان هذا سبب صرفي من العمل. عظيم. قلي لشوف شلون استعدادك لشغل ليل نهار لمدة شهر كامل؟ مستعد. وبعدين؟ أخذني على فيلا شي عجبة كأنها قلعة مثل اللي بيطلعوا بالأفلام. بحلب؟ قريبا منها، شجر وبساتين مسبح وملاعب وسيارات، شي مثل الكذب. المهم ضلينا شي 20 يوم عم نشتغل. بإيش؟ توحيد ملفات شركات ورموزها.
يعني اللي بحلب؟ ولك أنو حلب هي؟ يلي هون بالبلد ما بيطلع نقطة بحر يلي برا. في لشكر بيك استثمارات من اليابان بالشرق لحتى أمريكا والأرجنتين وحتى نيكاراغوا. كل هاد؟ طبعا شكر بيك على مستوى عالمي. ايه وبعدين؟ ولا شيء. طلع لي جواز سفر وصاحبك سامر الزهار صار مثل يلي شايف منام. ما تركنا بلد بأوروبا أو اليابان أو الفلبين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية إلا ورحنا لها. سياحة؟ سياحة شو؟ شغل شغل حبيبي شغل. اجتماعات، مفاوضات، بيع وشراء، تحصيل ديون، ضم شركات، ما كنا نهدى بنوب. وانت شو شغلتك؟ بس على الكمبيوتر؟ بالأول بس، بعدين صرت أحضر بعض المفاوضات، آخر شيء صار يدفشني وأنا ناقش وفاوض. انت؟ ايه انا يلي ماري معبي عينك ذاتا. يلي عم يفاوضوا مو اكبر مني. صحيح كمان اني سمعت شيء عن اخبار نوار المعزوز؟ لا، بس بعد سفرك اجى رفيقك زهير. زهير مو رفيق. شو كان بده هاد؟ سأل عنك، قلت له انك سافرت لحلب، بعدين ما عاد اجى. زهير صايم سأل عني؟ يعني كان اختيار بمحله وموفق جدا يا عيد. بتعرف انا كان لازمني واحد يكون جنبي بعد ما تجوز بدر واستقر. وسامر الزهار عم بيقوم بكل اشغال بدر واكثر. الولد ذكي جدا، منظم وذهنه نظيف وسريع البديهه وقلبه مثل الحديد، وهي صفات الاداري والتنفيذي. يعني ما له عيوب؟ احيانا يعني بيكون قاسي زياده عن اللزوم، بس لك في عنده كنترول قوي وبيقدر يضبط اعصابه. تفضل. ها زقور الديب وهي القضيب. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اكيد بتتذكر الاستاذ عيد سلام؟ ولو طبعا الاستاذ عيد سلام كان له الفضل بتعيني. يا سيدي صاحب الفضل من بعد الله هو شكري بيك. صحيح طبعا طبعا، بس يعني الحقيقه لولا تزكيتك لإلي بجوز انا ما كنت يعني حتى اني احلم اني اشوفه. هذا الشيء اللي ما قدرنا نتخلص منه، الوفاء والعرفان والعواطف النبيله. والله يا شكر بيك اذا انت بتقدر تنسى انا ممكن انسى. يا سيدي هاي ما من اخلاق شكر بيك ابدا. اكيد طبعا طبعا. طمني، مريت على الديار؟ ديار ليلى؟ لا لسه. ماشي الحال، روح ارتاح، بكره في عنا شغل منيح. طيب بالاذن. مع السلامه. مع السلامه. ابقى طلع علينا بالشركه يا عم. ولو ما بنقدر نستغنى. يا سيدي لما عرفوا انه واحد غير بدر مسافر معك اكرموا مأكرم ما هديوا حتى عرفوا مين هو واصله وفصله. يا ترى رح يكون قد مرت اخوك واولاده؟ لا تخاف عليه، سامر صار قلبه قاسي كتير، الظاهر مجروح من بنت المعزوز. ألو ألو، يعطيك العافية. الله يخليكي، بس لو ترجع بدي لي رقم رياض المعزوز اللي عطيتك اياه قبل شوي. ايه نفسه بعد اذنك، بس وينك مثل ما اتفقنا. الله يخليكي، ما تقلي لهم مين. يستمع. طيب عم بنتظر. الو. ايوه ما في حدا عم يجاوب؟ طيب ماشي. لا شكرا، استنى استنى. Mm-hmm.
أهلين. أهلين، شكرا بيك. صباح الخير. الظاهر من التعب. طيب ما جاي خمس دقايق. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. اهلا، صباح النور. شو اخبار الفيلا؟ اكرك عبتلمع لمع. جهزتوا غرفة سامر؟ ترك كل شيء على حاله مثل ما ترك الأستاذ بدر. الأستاذ سامر يترك اللي يريده ويوزع البال. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. شلونها جميلة؟ والله بخير، عم تستنى نطلع على الفيلا. صباح الخير. اهلا، صباح النور. هذا الشيء بيقرر الشكر بك، لما بيأمر كلنا بننتقل لهونيك. شو بالظاهر مليت من الأوتيل؟ لا 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 لا، مو أنا، هو اللي مو مصدق إمتى يروح لهونيك. تعال تعال افطر معي. تفضل. افتح يا بهيج، اكيد لميس طيب. حاضر. اهلا. صباح الخير بهيج. صباح الخير. صباح الخير، شكري بك. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. تفضل شاركينا. شكرا سبقتكم، بس ممكن اخذ شاي؟ سيد سامر الزهار. يمكن تعرفنا على الهاتف، مو هيك؟ حصل لي الشرف. استاذ سامر له اسلوب خاص برسائل الفاكس او التليكس. شلون يعني؟ شو بيفرق اسلوبه عن اسلوب بدر؟ الرسائل حاسمه، موجزه، سريعه، وفيها لهجه تسلط. قلت لك خد الدنيا برواق، ما سمعت كلمتي. انت قلت لي بالحرف الواحد شكري بيك، تاع الدنيا من فوق، خد منها ولا تعطيها. بالتجارة يا سامر، مو بالحياة. الحياة تجارة، ربح أو خسارة، ما هيك؟ ما في فايدة منك. هي يا لميس، شلون الأحوال؟ أحوال الأعمال؟ لا، هي عرفتها من عيد سلام، قصدي أحوال الناس. بتعرف يا سامر، لميس قادرة ب 24 ساعة تعطيك تفاصيل أي خبر اجتماعي. يعني عندها شبكة صداقات بتخليها تعرف أدق الأسرار. آه، عظيم عظيم كثير. بكل الأحوال تشرفنا. عفوا شكري بيك، أظن أنا هلأ ما بقى لي دور. معك لحدود الساعة 5. أكيد رايح تتفقد ديار ليلى، ما هيك؟ كمان؟ يلا خلصني. لك ايه، وين بدي اترك الدكان والناس والرزق؟ هلا بدك يعني صدق انه حضرتك فاتح الدكان مشان الرزق؟ لكن لشو سامر الزهار؟ ده حتى تسند هالحيط هذا وتضل واقف هون، بلكي شي وحده بتطلع بوشك وتضحك لها. كثير عملوها. كذاب، لو في وحده بس عملتها كنت سلمت الدكان والبيت ودقنا. قلت خلص راحت علي. والله انا خايف هيك. يلا قوم. يلا سكر بقى. يلا يلا. لك ايه صرعتنا. معقول تكون سافرت؟ أو تجوزت؟ تجوزت؟ بجوز. بس حتى لو تجوزت مو المفروض تسكن ببيتها؟ لا لا، أكيد في سر، أكيد. وهلأ لوين؟ على شركة السياحة. مدام الشركة العامة مسكرة والبيت هون ما في حدا، معناته ما في قدامنا غير شركة السياحة. هاي اللي كانت تشتغل فيها أماني؟ هي ذاتها. شو صار معك؟ ما بيعرفوا شيء.
كل يلي بيعرفوه انه اشتروا الشركه من بيت المعزوز، ولا سمعوا لا بنوار ولا بزهير صايم ولا بحدا تاني. يا سيدي قال اجت كذا مره لهون من اكثر من شهر، مره سالت عني بعدين صارت تيجي مع واحد ثاني. واحد ثاني؟ لا اخي اطلع يلا. تأمر شيء شكر بي؟ لا شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. الصراع يا أستاذ كوثر صراع معلومات بالدرجة الأولى. يعني مين بيقدر يتجسس أكثر على الثاني؟ لا مو بهالصورة هي أستاذة. تعرف لما بتقلي أستاذة بحس بلهجة استخفاف وعدم ثقة فيني. شايف يا عاصم؟ الأستاذة كوثر ما بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل على حدا. شكري بيك لما بتقلي إلي عاصم حاف ولكوثر أستاذة وأنا بالأصل أستاذة، شو يعني الكلام؟ لأنك صديق وما في بيناتنا أي تكليف. يعني أنا أطلع برا. أنت يا أحلى أستاذة جوا وبالصدر، بس تعطفي علينا. شفت يا أستاذ عاصم، مشان هيك ما قدرت باشر أي قضية لشكري رضوان لحد هلأ، لأنه بيتعامل معي كامرأة مو كمحامية. وأنا وامرأة. إيه الله يهني. طمن لسه ما لقيته. ما تأخر السيد ماهر؟ قصدك سامر الزهار؟ ها؟ أكيد هو، مواعيده دقيقة كتير. تفضل. مساء الخير. أهلا مساء النور. الأستاذ عاصم ترجمان محامي. أهلا وسهلا تشرفنا. أهلا أهلا. الأستاذ كوثر الخليل محامي. تشرفنا. أهلا وسهلا. الأستاذ سامر الزهار. تفضل صريح. صحيح أنت شو بتشتغل؟ حسب المقام، كاتب، مدير عام، سكرتير، ممثل شخصي. أوف لحقت تصير كل هاد؟ بدك ترافقي شكري بيك قد ما رفقته وتشوفي يا أستاذة شو ممكن يعمل منك. سامع يا أستاذة؟ بدها رفق؟ قرب موعدنا يا أستاذ سامر. طيب بالإذن دقيقة واحدة بس. لسا غر وبأول عمره يا شكري بيك. هلأ بتشوفه عنده ذهنية ممتازة. سامر الزهار بذكرني بماضي يا عاصم. كل يلي بتتعامل معهم إلهم ميزة التفرد. بدر، عيد سلام، لميس الطيب و... وكوثر الخليل. فعلا وكوثر الخليل. يا أستاذي لا تجي معه علي، أنا ذاتا متحامية فيك. أنت ما بدك محامي يا أستاذي، نحن اللي بدنا حماية. شو شايف العيار تقلان؟ خلينا نقوم. لا أنت ما بتروحي معه. ليش؟ الأصول يا كوثر مفاوض ومستشارين اثنين، أي ثالث من قبلنا بيضعف موقفنا. فعلا يا كوثر. إذن ما بقى أنا إلي لزوم. لا لسه أهم المواضيع ما ناقشناها. ما قلتي لي بدك تستلمي قضية لحالك؟ طبعا. إذن خليكي مرتاح. مساء الخير. أهلا. في أي تعليمات شكري بي؟ سامر العقد هاد مهم كتير. طبعا. تشرف استاذ. طبعا بالاذن. تفضل. موفقين. شكرا كثير. ايه شو القضية اللي عندك يا شكري بيك؟ بالاول خليني اقوم بالواجب.
تفضلي. مجموعة الهدايا رقم 9. صار عندي برفانات وأكسسوارات وهدايا أكثر من أميرة موناكو. فشرت أميرة موناكو. أنت فينوس. ومع ذلك الجواب لسه هو هو. أنا هذا التفويض تبعي. ممكن نشوف تفويض حضرتك؟ بعتقد ما في حاجة للتفويض ما دمت أنا موجود. المدير يا زياد بيك ما بيمثل المالكين مثل ما بتمثلهم حضرتك. لذلك بعتقد إنه المالكين ما حيكونوا ملزمين أبداً بأي اتفاق ممكن التوصل لإله مع المفاوض اللي هو ماله مفوض. ما هيك؟ وشو الحل يا أستاذ عاصم؟ شكراً على هداياك اللي بالتأكيد ثمينة جداً. شكراً على حضورك وحديثك الممتع وجلستك الساحرة. تعرف وسط اهتمامك بإدارة أعمالك غريب كيف لساك قادر على أنك تمنح فرصة لوحدة مثلي أنها تستمتع بحديث غني وذكي وبلطف أنت وحدك اختصيت فيه. مثل ما اختصيتي أنت يا أستاذي كوثر بالحضور الجميل والتمنع الدائم. الدائم تذكر هالشي. أنا ما بيأس. تذكري هالشي كمان. شكري بيك. سيد الوزير على التليفون. ليه صار له خبر؟ ماشي الحال. وصل أستاذ كوثر على البيت ورجع لعندي بسرعة. حاضر. مع السلامة. بس نحن ما لنا مصلحة بالتخلي عن حصتنا. بعتقد يا زياد بيك انه في لكم هلا اوتيلين 2 قيد التنفيذ، ما؟ بس هذا الوحيد اللي بالمركز بالعاصمة. معلش. نحن كمان مهتمين انه نحصل على امتياز عالمي فرد مرة، وبهالحالة بعتقد بصير بكفي اوتيلين 2 لكم. أنا ماني فهمان ليش شكري بيك مهتم لهالقطاع. ولا مو من صلاحياتي أو اختصاصي إني أشرح أسباب أو دوافع شكري بيك. أستاذ عاصم، إذا ممكن، قدم له نسخة العقد. أنا راح أستناك تحت. رح استنى 5 دقايق بس، بعدها نحن بنسحب عرضنا. استاذ سامر اذا سمحت. بالاذن. هذا مو اسلوب تفاوض ومو من عادة شكري رضوان الحد بالتعامل. انا غير مخول بالتعريف يا زياد بيك. هاي نسخة العقد وارجو انك تطلع على الارقام والشروط وتاكدوا انه شكري بيك كان منصف تماما. نحن هلا مو بالصفقة، نحن بهالاسلوب. ما دام في موقف مسبق ليش المفاوضة؟ مع ذلك رجاء اطلع على العقد. يرضى عليك اذا بوصلي الاغراض لفوق ترجع الاوتيل. حاضر. حسب ما تنتظرني تتعزل. حاضر. انا زكي بالعم بوصلني. حاضر. تأكد يا زياد بيك انك كسبان بهالعقد واكيد ما راح تندم. بدي اياك توصل كلمه لشكري بيك. انا بالامر. قل له انه التعامل ما بده كل هالحده، على الاقل بده طبع هادئ ومفاوض دبلوماسي. انا علي اني بلغه. بالاذن. تفضل. تفضل. خلوني معك. تفضل. الحقيقه يا استاذ سامر انك فت شمال بزياد هلال. بالمناسبة شكري بيك كان متوقع وجود زياد هلال بالجلسة. هو اللي اوحى بالخطوات. لا 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 ابدا، هو ترك لي حرية الاسلوب والتصرف، بس فهمني طبيعة زياد هلال. شلون؟ قال لي زياد هلال جبان وجشع كتير. ايوه، وشلون استفدت من هالمعلومة؟ الجبان بخاف من التهديد والجشع بخاف انه يخسر اي شيء الا الامور المعنويه. يعني هو بفضل يتحمل اهانه اكثر من تحمل الخساره. بالضبط. يا لطيف، ما تصورت اشوف زياد هلال بهيك موقف. سأل زكي، قلت له صار وقت شكري امبارح، مدري اول امبارح. عمو شكري لك عندي خبر حلو كثير كثير كثير. هاتي نشوف شو هالخبر الحلو يا زيزي. عمو اسمي عزة،
لا بدي لا زيزي ولا زازا ولا عزوز ولا غيره. يا شكري هي عزة معك ترجع طفلي صغيرة. بابا انت كمان؟ يا جماعة يا عالم انا بالجامعة وبالصف الثاني كمان. حاضر حاضر تكرم عيونك لا تزعلي. هاتي لأشوف شو هالخبر الحلو. ماما قصدي انا وماما لقينا لك عروس رائعة جدا لقطة. عزة ما اتفقنا انك تتركي الموضوع لي؟ بيظهر هالمرة في وجه جديد؟ يا شكري ست بتاخد العقل مثل عزيزة ليلى؟ مثل اختك عزيزة؟ يا صهري عزيزة عطتك عمرها من 17 سنة ومثل ما بيقولوا الحي ابقى من الميت. يا ليلى نحن بدنا نفرح بعزة مو فيني انا. عمو شكري مو انا المهم يا ليلى بعدين انا تعودت على هالشي يا جماعة. بس يا ابن عمي ما في شي بيمنع. اللي بيمنع يا ابن عمي انه صورت عزيزة ما فرقتني بيوم من الايام ولحد هلأ ما لقيت اي انسانة تقدر تحل محلها. إيه بس الدكتورة رباح كتير انيقة ورشيقة بتحسها مثل المانيكان. هلأ اترككم مني. ايه احكي لي عمو احكي لي عن شباب الكلية بعدين بيني وبينك منحكي هاي اسرار عمو. لو كنا مضيناها ببيض مقلي او فول او فتة ما كان احسن. بيض مقلي؟ ايه لك شو الشغلة بس يعني مشان سلوتة لقمة الشغلة مشان الواحد ينبسط ويرتاح. يا بس الراحة هون بتكلف بلاوي. معليش معليش تكلف سيدي تكلف انت راح تموت وعينك بالقرش. انا؟ ايه انت لك من قليل ما تجوزت كل خوفك ما تصرف على المرأة. الله يعطيك العافية يا مستني. أهين كمان أحلي يا أبو سمرة خليك عم تسلمه ولا عن جد لك يا زلمة شو ما قصد تسلم على الزبائن يا رجل الشباب مثل الفلة. شو بتحب تاكل؟ أخي سامير أنا هذا الشاتو بريان فيلة مين ما بحبه مالي فيهم. متخلف رح تضل طول عمرك متخلف. متخلف أنا ماني مثل جنابكم سامر ابن بطوطة. شو هان؟ حلوة طيب على اعتبار ابن بطوطة شو بتحب تعميك؟ أكل ياباني صيني سنغافوري يعني مثلا ضفادع رجلين سلطعون. أخي أنا مستغني على عشاء بدي نام خفيف هيك. يلا لك عود بلشت بلشت بعود خلاص شرفك إني أنا كمان ربيان عليك أساس لك عود خلاص هلا بطلب لك شوية بطاطا مقلية حمص منيح طرطو سمك ممتاز سمك هيك 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 مش الحال. ما شاء الله لساته مثل ما هو وثابت. الحمد لله. صهري ما مليت من ركوب الطيارات والعيش بالفنادق. هلا اللي ما بيهدى بمحل وكل يوم من بلد لبلد بمل واللي قاعد بمحل واحد ما بمل. هذا بيجي يوم وبمل من الشحططه وهداك بيجي يوم بمل من القعده. ها سمعتوا عزة؟ على كل حال انا لسه ما مليت. تعرف صار جايها 3 ساعة. ماما 2 منهم محرزين ابن عمي بس دلولتك عزة ما رضيت تناقش الموضوع مجرد مناقشة. يا عمو بدي اتخرج واشتغل ويصير لي كيان حتى اقبل ناقش هيك موضوع. ما بدي مين يجي ياخذني قطة مغمضة مو هيك بيقولوا؟ انت قطة يا ماما بس مو مغمضة بنق. الحق مع عزة خالدة عزيزة ما قبلت نلبس الخواتم إلا بعد ما تخرجت من الجامعة. وليلى كمان ما قصرت فتحت الصيدلية وقالت لي سافر اختص ورجع بتلاقيني هون. بس بعد سنة تركت الصيدلية ولحقتك دكتور زكي. صحيح يا جماعة ليش بنت أخي حياة فسخت خطبتها؟ عمو أنا بقول لك فات خطيبة المطعم هو ورفقاته لقاها قاعدة مع جوزها الأولاني. ما كانت تركن ولا تهدى البنت؟ ليش ابن أخوك أكرم عاقل؟
مثله مثل اخته. ما مره شفته طالع مع وحده مرتين، كل مره مع وحده شكل. الحمد لله هيك شبعنا. صحة على قلبك. سامو ليه؟ لحظة لحظة. شكرا شكرا. سامير انت بدل المصاري ارجيته هالبطاقة بس؟ ايه بيحصلوا منها. مو احسن من واحد يحمل مصاري؟ ايه ارجيني اياها لشو؟ امريكان اكسبريس. ايه شو يعني؟ لك شو يعني؟ هاي البطاقة في لها رقم وأنا في حساب بالبنك، من خلال هاي البطاقة بقدر بأي وقت ومن أي مكان اسحب يلي بدي إياه. قديش يعني؟ يعني قد ما بدي، 1000 2000 3 ليرة؟ دولار دولار يا بنت. 2000 دولار؟ شيل شيل شيل. سامير بتعرف اللي صار معك مثل الأفلام؟ طلعت من عندي على حلب هندبوري يا دوب معك 1000 2000 ليرة ورجعت لي بعد كم شهر نازل بأوتيل الليلة بتكلف فيه المبلغ الفلاني وعم بتسوق سيارة بي ام بتطير العقل وبتصرف مصاري دولارات بالبطاقة يا ربك مو مثل الأفلام. بتعرف أنا شو عملت الليلة؟ شو؟ فوضت زيادة هلال. زيادة هلال؟ وخلصته بالزور أوتيل عالمي. انت؟ ايه انا. استثمار بيوصل مع توابعه للمليار اتخلى عنه بالكسر بالزور. انا اللي عشت الافلام يا كمال. بهالكم شهر شفت مع شكري بيك شيء تكشي بشيء بالشعر، صفقات ومرابح وخسارات ومبالغ حتى الكذب ما بيقدر يتخيلها.